هذا تمثل في ايه؟ تمثل في اتهم عثمان بن عفان بتوليد اقاربه للحكم واسدال العطاء ليهم، يعني كان بيدي عيلته فلوس كتير قوي وكان بيوليهم المناصب، وهذا كان صحيح. بعض المؤرخين يقول ان هذا تم بسبب ان بني اميه معظمهم ابائهم واجدادهم كانوا بيعلموهم القياده والرياده وما شبه ذلك. فما تم في عهد عثمان انه بني اميه تمكنوا من مفاصل الدوله. بعد مقتل سيدنا عمر مباشره باغتيال سياسي صريح وواضح، يعتبر اول اغتيال سياسي في التاريخ الاسلامي من ابو لؤلؤ المجوسي. ابو لؤلؤ المجوسي كان على علاقه وطيده بعبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا وكان اخوان بيت نيه قتل عمر بن الخطاب، لان الدوله الاسلاميه شوكتها الحقيقيه كانت على عهد عمر بن الخطاب، تمام؟ وتوسعها الحقيقي كان على عهد عمر بن الخطاب. خلاص موجود بكره من امتى؟ بعد الظهر كده. بس يا ابني عشان نعرف نقول كلمتين. بس يا حبيبي. جدا جدا. طيب خلاص هيجي لك ان شاء الله. تمام. تشكلت بعد، يعني مش عارف، انا عايز ارجع بالاحداث برضو عشان افهمك زياده. الاحداث تبدا من طرد الرسول عليه الصلاه والسلام لليهود في خيبر. من خيبر. بني قريظة. طردهم من خيبر. اليهود حقدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام؟ الغلطة اللي حصلت ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم يخرجوا بأموالهم، تمام؟ بعد تحكيم معاذ بن جبل خرجوا بأموالهم، خرجوا بأموالهم وكونوا لوبي لهدم الإسلام. اللوبي ده كان على رأس واحد اسمه عبد الله بن سلام، قعد يراقب 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 لحد ما وصلنا لخلافة عمر. استأجر أبو لؤلؤ المجوسي قتل سيدنا عمر، تولى عثمان. منذ تولية عثمان أزاح حوالين عثمان الإيه؟ الشائعات اللي في جزء منها صح، تمام؟ وبدأ يطلق رجالاته في الأمصار اللي تم فتحها زي مصر وزي الشام وزي إيه خراسان والحتت دي. لم تكن خراسان فتحت بالمناسبة. الشاهد في الكلام انه كثير من الناس اخذت على عثمان النقطتين دول، فكون لوبي من الامصار، يعني كان بيعمل عمليه اشبه بالمخابراتيه الان، في كل بلد ليه جماعه جعلهم يحجوا كلهم في عام واحد، تمام؟ ويخرجوا من موسم الحج على منزل عثمان بن عفان بجيش كبير، جيش جرار يزيد عن 4000 مقاتل، وصلوا إلى مقر حكم سيدنا عثمان إلى بيته، تمام؟ وبدأوا في حصاره. حوصر بيت سيدنا عثمان فترة زمنية طويلة، وسيدنا علي كان موجود في المدينة في ذلك الوقت، ولكن ما حدث مقتل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان بعد ما اقتله مات ازاي؟ مات بالحصار، مات بالحصار، ومنعوا عليه دخول الطعام والشراب، وكان بعض المناصرين بتروح تخترق هذا الحصار، وتدخل الى ان ودخلوا عليه وقتلوه. قتل. هم بقى ما هماش مسلمين دول، او واحد معتنق للاسلام زورا زي يهود الدونمه، وقتل زي ابو لؤلؤه برضه ما كان كده.